انك كنت تتكلم مشكلتك. لا هو راه ما طرف مني هذه الصيغه ما نجحش فيها، ماشي احنا هما اللي نروحوا ضحايا. الاخره خاطعه مني تسمعني بلا ما يهمك. ريت ما كنلعقوا في هذه البلاد ماشي مليح. لا 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 انا اش نعمل هذه هي بلاد العز والكرامه. انا علمك باللي المهمه كتنجحها. مشكلة كبيرة أن يكون مريضاً عقلياً في عائلتك، والمشكل الأكبر أن يترك هذا المريض في الشوارع. من منا لم يلاحظهم يأكلون من المزابل يومياً؟ والبعض الآخر بملابس جد رهثة، ناهيك عن رائحة الكريهة المنبعثة منهم. ببساطة هم المرضى العقليون في الجزائر. من هو المريض عقلياً في الجزائر؟ وكيف يتم شفاؤه؟ ومتى نقول عن فلان أنه مريض عقلياً؟ ببساطة كل هذا نتعرف عليه في عدد اليوم من برنامج بعيون الجزائرية. مرحباً بكم معنا. ليس بالأمر الهين أن تدخل مستشفى الأمراض العقلية، لكن بقليل من الشجاعة حاولنا لأول مرة كسر القضبان واقتحام هذا العالم. هم أشخاص قهرتهم الظروف المعيشية والاجتماعية وحولتهم من أناس عاديين إلى مرضى عقليين. كيف كانوا وكيف أصبحوا؟ فرانس فانون، سيد شحمي، دريد حسين، كلها أسماء مستشفيات ارتبطت بالصحة العقلية والتي يفضل البعض أن يلقبها بمستشفى المجانين. الوجهة كانت ولاية سطيف، وبالضبط مستشفى عين عباس الجهوي الذي يستقطب عدداً لا بأس به من المرضى العقليين. اولا بالنسبه لولايه سطيف تحتوي على مستشفى 240 سرير للامراض العقليه، وهو في الحقيقه مش مستشفى الولايه وانما مستشفى تقريبا لعده ولايات منها جيجل ومسيله وغير ذلك. المستشفى فيه كل الاخصائيين، فيه كذلك عدد كبير من الممرضين المختصين في الامراض العقليه، لان كثيرا ما تشتكي بعض المؤسسات من نقص الممرضين المختصين في الامراض العقليه. ونحن نتجول في المستشفى الذي كان هادئا على آخره، يصعب أن تدرك أنك في مستشفى للأمراض العقلية. لكن ما إن توغلنا قليلا من الجناح ألف الذي تقيم فيه السيدات، حتى بدأنا نسمع الزغاريد والأغاني، حتى تحس أنك في قاعة أفراح. واحدة لي من النافذة تسألني عن اسمي بما أنني وجه جديد، وهنا دفعني الفضول إلى الدخول والسؤال عن الطبيب ما هي الصحة العقلية. أنا واسمي أنا حاتيكا حاتيكا، وهذا اسمه دكتور بن عيسى. وهذه نور المواجه. وهذه يمينة تقلية. واسمك يمينة؟ يمينة. مليح. وهذا اسمه رفيق. رفيق صح. دكتور
قبل ما نتكلموا على المرض العقلي كمرض، نتكلموا على الصحة العقلية. يعني الصحة العقلية هي نقدروا نعرفوها كما نقولوا انسجام بين الصحة العقلية، الصحة لا سونتي فيزيك، الصحة العقلية دونك مونتال، ولا سونتي سوسيال الاجتماعية. دونك الانسان اللي يكون عنده صحة عقلية يكون متوازن على مستوى هاد الثلاث امور. المريض العقلي كيكون مرض عقلي، الانسان يفقد توازن، يعني يفقد توازن داخلي على مستوى الشخصيه تاعو، ويفقد توازن في العلاقات تاعو مع الاشخاص الاخرين، والتوازن على مستوى المؤسسه يعني المجتمع. دونك الانسان المريض العقلي يكون عنده مشكل في الادابتاسيون، في التكيف. نعم، تكيف على مستوى المجتمع. دونك الانسان سواء على مستوى لا فامي ديالو، العائله، ولا على مستوى العمل، ولا على مستوى العلاقات المجتمع مع المجتمع ك اون جينيرال. ولا العلم ماشي يديروها بالبيتينا ومن بعد نقولوا بيتينا. شكون جابك هنا؟ جابك في العائله؟ على واش عندك؟ ما عندي والو. دابا تجي فيا كنت تصحي 10 كون الكاشيات تاع الوحديات وعلاش نديك في داركم شربولك؟ في داركم شربولك؟ لا لا شربولي هنا في السبيطار. بصح شكون جابك لهنا؟ جابتي العايدة. داركم جابك؟ علاش جابك؟ علاش جابك؟ علاش جابك؟ ما عليك علاش انا قلت هذه يعني بس عليا جابوني. ها؟ انا جبت الحبس وحبيتها. ولعل أهم شيء يتبادر إلى أذهاننا كيف يصل المريض إلى هذه المرحلة، وما هي الأسباب التي دفعت به؟ هل هي عضوية أم اجتماعية محضة؟ نسكن في المسيلة. يجوا لك داركم؟ دارنا ثاني سعدونا قايمين بيا. قايمين عندي أكبر عذاب، عذاب القبر مش هكذا. والله العظيم روحي جربي. والله العظيم غير راهم يجهدوا في الفلوس. يخرجوا. لا لا. لا لا. نحوا لك الريحة، ينحوا لك الريحة. يدوشوا لنا زوج مرات في السمانة. زوج مرات في السمانة. يديرهم في المجهود نتاعهم ويديرهم فوق اللازم، والله اللي يعني فوق اللازم ونشهد هاك قدام ربي وعبده. لو كان مش يعني بغى نوري وجهي كنوري وجهي. هاو ربي اللي يشهد وكاينين اللي يشهدوا. واش قلتي لي على هذا المرض؟ صح، واش قلتي لي على هذا المرض؟ شكون عطاه لكم؟ انا المرض نتاعو. انت يا المرض، شكون عطاه لك المرض هذا؟ دوري دوري. ربي هو اللي ابتلانا وعطانا هذا المرض، يشوفنا نصبروا ولا ما نصبروش. هما ما صبروش. كون يصبوا سبت كون فيقل، وهذه حاجه ما كانش منها، لازم العبد يصبر ويعذب، وهذه هي الدنيا، فيها العذاب وفيها يا ربي عذبنا وربي يجيب لنا الخير. علاش جيتي لهنا صح؟ علاش جيتي هنايا؟ ما عرفتش نطقي. مرض ما يتقالش. ما عرفتش نطقي. مرض ما يتقالش. ما عرفتش نطقي. قالوا لكم عندكم مرض التوحيد؟ قالوا مرض التوحيد، ما معنى مرض التوحيد؟ عندي قداه المرض، قداه المرض فيا. كنت قلتي في لا؟ Qu'est-ce que tu as quand même une maladie?
Tu as de la famille? Tu as de la famille? Où? Chez moi. En Amérique. لا المرض العقلي يعني اكتوالمون ما كاش سبب محدد سي با كيما لا مالادي سوماتيك وين نقول نقدروا نقولوا لا كوزا باينه فيه كيما نقولوا ملتي فاكتوريال كاين بزاف الاسباب كاين اسباب وراثيه كاين سيغتان فولنيرابيليتي عند هاد لي باسيون كاين اون كوز جينيتيك كاين اسباب اجتماعيه وكاين اسباب لي ستريس سوسيو هادوما فوالا دونك الباسيون باش يمرض لازم يكونوا عده اسباب اللي يشكلوا المرض مثلا ناخذ مثال احداث تاع زلزال تاع اللي ضرب الجزائر كان بزاف مرضى مرضوا مع زلزال مي زلزال هذا قاس جا قاس بزاف الناس سي با طول موند كي ا كي ان تروب سيكاتريك يقيسوا لي جون اللي عندهم ديجا اون بريديسبوزيسيون كان قابليه عندهم اون سيرتان فراجيليتي عندهم اون سيرتان فولنيرابيليتي فيزافي دو سيت مالادي وجينيرالمون نلقاو دي كا هادو في العائله الجميع يتحاشى المرور بالقرب من المريض عقليا لأنهم يبادرون بالعنف في أي لحظة مما يشكل خطرا على الناس جانب الخطر في الأمراض العقلية سيفري كان جانب كبير بصح المريض هذاك الخطر تاعو من جهة باسكو ما تكفلوش به بصفة يعني شو يقولوا رابيدمون بصفة مستعجلة والجانب الآخر المريض كي يخرج من المستشفى ما كانش تكفل خارج المستشفى يعني النظرة تاع المجتمع نظرة كسوا المجتمع كإنسان عادي ونظرة الجانب الأطباء كذلك هناك كثير من الأطباء ينظروا للمريض العقلي كمريض خطير الخطر جانب الخطر في الأمراض العقلية استن جانب ما نقدروش نقولوا بلي ما يكزيستيش جانب صح يكزيستي ولكن نقدروا نتكفلوا به المريض لو كان استعجلوا ناخدوه في المراحل الأولى من المرض ونعالجه بصفة جيدة ويقعد مدة معينة في المستشفى كي يخرج يكون هناك متابعة خارج المستشفى دوائية وبسيكوسوسيولوجية واجتماعية كذلك هنا جانب الخطر رح ينقص كثير ويمكن للمريض عقليا أن يشفى من مرضه حسب الطبيب لكن بشروط دونك فيما يخص شفاء المرضى المصابين بأمراض عقلية لو كان نهضروا نتكلموا جوست على انفصام شخصية نقولوا كاين تولد يشفى بصفة نهائية كاين تولد يقدر يشفى يعاود يمرض وكاين تولد ما لا يشفى ولكن الأمراض العقلية بصفة خاصة كاين جانب كبير من المرضى يشفوا بصفة نهائية المشكل في شكون هذو اللي يشفوا بصفة نهائية مثلا أمراض القلق مثلا الاكتئاب يقدر يشفى بصفة نهائية كيكون ناسو ليبيزود ما يعاودش يولي يقدر ما يعاودش يولي مي كاين يدخلوا في لاكرونيسيتي سيتادير يولي مرض مزمن هنا يقعد المشكل تاع المتابعه دونك المرض يقدر يروشيتي علاش المرض يروشيتي كيقدر يروشيتي باسكو ماهوش يتقبل المرض تاعو يقدر يروشيتي باسكو ما خداش الدواء يقدر يروشيتي باسكو ما كاش متابعه خارج المستشفى لان في اذهان الناس المستشفى يكفي باش يعالج المرض الوغ المستشفى يعني مرحله من مراحل العلاج يعني العلاج فيه مراحل كثيره المستشفى احنا ماذا بينا تكون المرحله الاقصر في حياه المريض والمتابعة الكبيرة راح تكون برا المستشفى. Tu as besoin de quelqu'un? Personne. La famille va venir. Ma mère m'a dit qu'elle va venir. زليخة أقدم نزيلات قسم النساء بمستشفى عين عباسة خريجة كلية الطب أوائل التسعينات ما إن لمحتني حتى أمسكت بيدي ورفضت إطلاقها كي عندو مرحلة هنا في الجزائر كي كثافة الفضل عندو الواحد دخل وخدم بنظام كان واحد الله كثافة الفضل بعد ما فاتي الله ما عرفت هاني جاي يشف أخي ضرب وناخد وحي طحنا في القعبة طرنا لي كبير وصغير وجبتها بلاستيك قال لك الإرهاب في عيني النام الناس بإذن الله حرب كان هنا كي كان الإرهاب حبت وتعش نحكى نفشي الفولي
كنتي اوفيسي بوليس؟ يا كنت انا جميل شفت انا اوفيسي بوليس فاش انا شفتي اوفيسي بوليس ثم حل لا ماتع انواع في بداية الأمر انتابني شيء من الخوف، لكن الطبيب المعالج طمأنني. لي جست دوكا معكم دونك سي اون باسونت كي في بارتي دي كاسوسيو. حنا نسموهم لي كاسوسيو علاش؟ باسكو لو ستاتو تاعهم يعني او سان دو لوبيتال ماشي باين ريالمون، ما كاش اون كاتيجوري دو باسون لي نسموها لي كاسوسيو. En fait, c'est des patients, donc مرضى كمرضى الآخرين. ولكن هاد المرضى ما نقدروش نخرجوهم. عندنا actuellement au niveau du service femme 10 مرضى لي كاس سوسيو. Donc c'est des patients اللي عندهم عائلات، وكاين بعض ما عندهمش عائلات. المشكل عائلاتهم ما يتقبلوهمش على مستوى العائلة. Donc حنا لمصلحة المرضى هادو ما نخرجوهمش. كاين اللي عندهم 20 سنة كاين أكثر. هذه مريضة معروفة عندنا هنا في المستشفى منذ التسعينات، هي دخلت لنا هنا في بادئ الأمر، دخلت لنا كمريضة يعني، وحاليا راهي مقيمة عندنا هنا في المستشفى، عندها فصام في الشخصية. هذه المريضة هذه كانت في بادئ الأمر تعالج وتخرج، وفي وقت من الأوقات تخلات عليها العائلة، يعني هي على بير دي سون بير سا مير، سا مير بيرديتها في لانيسونس تاعها، قعدت مع باباها وخاوتها، من بعد باباها زاد عاود الزواج، عندها خاوتها من باباها، ومن بعد ولاو تخلاو عليها، في وقت من الأوقات كانت تروح لدار التضامن، كانت تروح كي تخرج منا من عندنا من المستشفى، تروح هكذا مؤسسات يعني تاع دولة، ومن بعد ولينا احنا ولات تحتمت علينا بأمور قانونية يعني باه نحكموا هذا الناس هذو، وعندنا مثلهم يعني هذا الناس هذو احنا نسميهم لي كاسوسو. كل حكايتها عن الإرهاب وقضية تيغنتورين وأنها كانت المسؤولة الأولى مع عقيد في الجيش عن تحرير الرهائن لوهلة أصدقها، لكن بعدها أدرك أنني بمستشفى للأمراض العقلية. حكمي لي ليه؟ بيحكموا لي الوقت، بيحكموا لي ليه؟ بكمفة كانت حل معر لقى عنده البوبة كنت راق كحلوش عنده البوبة كنت راق قال لي يا خل مش وانا الحق مش حيش الرغل كري أخ حتتنا تتنا تتنا يعني وحدها يا خليها نحينا خي نعرف كل واحد يركز بين حينا الإرهاب خي نحى الإرهاب نحى الإرهاب نهضوا على عين أميناس نهضوا عليها عين أميناس نهضا الإرهاب كي دخلوا عين أميناس أكيد دنيا حافي شادي كان نفهموش الخمدر بزي أنفر سيسبول أنفر أنكولونا ركبت أنكولونا عسكر ذو كان نانسي تاع لغاك ذو خشوم هذا كل عقب على اليهود على فالسطين هذاك اللي قبل يطاق لي الفندال هذاك اللي أخي حكم في الأكسيتا ويقول خلي من عقب ويقول ها بيش مع شهر بيش مع شهر يخي قعد وادك لي مشيك اللي فالسطين أكيد تصلي أكيد تصلي راح يخلي لهم يخي قعد وادك لي فالسطين بعد كيف بدهم الأكسيتا راح تنعك ودير حكا إجرحك قلت غير انا ويا الشيل اللي نقدر ندير كسر في غلطه الشيل. مات الكورونا اللي كان معاك. انت ما تعرفيش الشغاليز ولا كنا هاد الوحقه نهار صح نيتو لي تايكين خشيت منو كان في تاع. الدكتور بن عيسى الطبيب المعالج لزوليخا يفسر حالتها بمرض الدهان الذي يشتكي صاحبه من افكار وهميه يكون قد عايشها او مر بها في حياته. كيما لي بسيكوز دونك لي بسيكوز ولا الدهان c'est des malades اللي عندهم ان ديلير ce qu'on appelle un délire. وشنو هو الديلير؟ يعني الانسان يفكر بطريقه خاطئه دونك يعتقد في فكره لا بلوبار دو طون هذيك الفكره خاطئه، وفي غالب الاحيان المرض يديليري بوش عنده سمون ديلير افيك سكونا سي تادير كلكان كي في الدومين بوليتيك
راح يكون عنده أفكار أكثر في الدومين بوليتيك. واحد اللي يكون في الدومين تاع الإلكترونيك راح يدير يكون عنده انديلير في الدومين هذاك. مثلا يقول لك داروا لي امبوس أمي قيديوني بلي غيون مثلا. دونك شاك مالات يكون عنده أفكار تاعو على حسب واش عنده لي زونتيسيدون تاعو ولا لونسينيومون اللي كان عنده في حياته. دونك سي بور سا كاين اون ديفيرونس بين شاك مالاد شاك كيما نقولوا شاكا ايتينكا. نقدروا نحكموا دو باسون اللي عندهم لو ميم دياغنوستيك مي تلقاي عندهم اختلاف شاسع في الافكار ولا في طريقه التعامل مع الاخرين. زليخة عايشت مرحله العشريه السوداء ومورس ضدها عنف من طرف الرجال مما جعلها ترفض واقعها. حاليا عندها فصام في الشخصيه عميق يعني ثم زادت حالتها في الخطوره تاع المرض. يعني في الاخر شويه اسباب حيت احنا نتكلم بزاف على الامور الامنيه على الارهاب عنها يعني هي زوجة وزير دفاع يعني واش رايك يعني في هذا هي هذه داخله في المرض تاعها هذه الافكار هذه داخله في المرض تاعها وفي نفس الوقت تعرضت كي كانت تخش وتخرج وكانت تروح للدار وما يقبلوهاش كانت تدير ديفيوك هكذا تخرج خارجات هذه تروح للعاصمه تروح هي ليه باسكو هي كانت تقرا في العاصمه كانت تقرا الجامعه تاعها هي مستواها جامعي كانت تقرا في العاصمه اذا قعدت تداول على العاصمه بصح ماهيش تقرا وتعرضت يعني للعنف تعرضت العنف من طرف يعني غرباء من يعني الجنس الذكور وعلى هذيك قعدت دوكا حاليا تهضر على هذا الارهاب هذا وعلى هذاك وفي الوقت هذاك هي كانت في الوقت هذاك في التسعينات كنا احنا كانت في هذاك الوقت كنا ماناش يعني ما كانش الامن ما كانش. عاشت في خيالها وتركت واقعها هاربة من عنف مورس ضدها تحاول لفت انتباهك بأنها زوجة لوزير الدفاع وأن الرئيس الجزائري يقدرها ويهدي لها هدايا. خيرا منهم عسى أن لا يسخر قوم من قومين يكونوا متوقعين ما الجزائر في خطر نروك ويندبنا حاول كل الأوفيسي بكل الأوفيسي هكذا فرقنا زليخة التي أدهشتنا بتلاوة آيات من سورة الحجرات والتي هي بمثابة رسالة للمجتمع فبعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. في جنح الظلام وعندما يسدل الليل ستاره هناك حكايات أخرى للمرضى العقليين الذين احتضنهم الشارع بدل عائلاتهم أو الدولة.
سرة سما ما يقراهاش صعب هاي هذا كيجيب الصحابة لا حاجة وشوف يقراها هذا يفادة ما راهي حاجة شوف يوجعك من يوجعك شوي بركة شوي بركة شوي هذيك يروحوا دوك يديروا شوية قبل ما ترجع كلام ياسر 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 نحن اسمعي وتولي لا ما صارش لي قول لك واش يديروك يديروك في زيت برك ويديروك راديو ويشوفوك وتولي صح يا اخي تعرفي البوليس يروحوا مع البوليس على بالك لانها هذا راه اي قررت ما قررت نحن من ينطبق عليها المثل الشعبي يلمزوق من برا وش حالك من داخل أي نجيد تلميع الواجهات ونبالغ في تلميع زجاجها فيما نخفي من العيوب ما يدنى له الجبين خجلا في خرجة ليلية مع مديرية التضامن ومديرية الصحة بالإضافة إلى القطاعات الأخرى اخترنا أن تكون شوارع سطيف العريقة وجهتنا التقينا بالعديد منهم فمنهم من كان متشرداً الاقتراح أنه اللي ما عندوش مأوى اللي ما عندوش عائلة المتشرد هذا هو كاين مديرية الحماية الاجتماعية هي اللي تكفل به لكن أنا معك وأنت محقة في ذلك هو أن الجمعيات لازم تأدي دور الوسيط فيما يخص اللي ما عندوش مأوى لكن اللي عنده عائلة سمحوا لي لازم العائلة تتكفل ومنهم من كان متشردا ومريضا عقليا وفي كل مرة كان الطبيب هو من يشخص في عين المكان عمي رشيد أحدهم اختار من المحطة البرية لولاية سطيف عنواناً له والتي يعتبرها بيته الثاني بعد أن رمى به أهله حسب قوله وهذا البيت هو من يحميه من حر الشمس وبرد الشتاء فبعد معاينة في عين المكان من طرف الطبيب أصر على أخذه لقسم الاستعجالات من أجل التشخيص الأولي كالم دونك عنده une maladie mentale mais je peux le transporter à l'hôpital بلا ما نسيداته je suis pas obligé de mettre le médicament tout de suite on va faire un examen rapidement هكذا au niveau de l'hôpital lendemain on va refaire les examens plus poussés مع un examen sanguin pour voir s'il y a pas de pathologie associée ولا ما كاش امراض واحد اخرين امراض عضويه باسكو هو المرض العضوي اللي يخوفنا احنا في باسكو المرض العقلي نقدروا نقولوا علاجه ماشي صعيب بزاف اللي كيكون مرض عضوي مع المرض العقلي هنا اللي يكون مشكل لا مي في اذهان الناس هذا هو الموديل تاع المرض مونطال alors que c'est pas le cas généralement كاين دي مرض مونطو لابسين بيان ما عندهمش دونك هذا هو الموديل اللي الناس تخاف منه alors que انا اللي نهضر معاه اللي قريب منه ما عنديش مشكل هذاك سيتو وهنا اتضح أنه يستوجب التنقل إلى مستشفى عين عباسة نديوه المستشفى دونك
عين عباس ان شاء الله باش يديروا له الاستشفاء. دونك يقعد في لوبيتال مده معينه لو طون لي يتعالج يل فاسو ستابيليزي ونخرجوه ان شاء الله. داكور من بعد تشوفوا في حاله واحده اخرى على مستوى المؤسسه. وما حبيتش تروح تولي ليهم نشوف التلفزيون نتابعوا كل داك الفرحه ما يحبوش يشدوك ها ما يشدوني ما يشدوني ما يشدوني دارك ما حبوش يشدوك يا ربوين مخفيين مش تصح مش تصح مش تما مخفي في مخفي في مخفيين مخفيين ايه مرفيين كما يقولوا كيفاش مخفيين كما كنا نهضر في التلفزيون اللي داعى جابوا الكاميرا ثاني ونهضر في التلفزيون ما كانش دوكو نهضر في التلفزيون ثاني تما قاعد هكذا بلا خشيت بيناتهم ونهضر مع التلفزيون تغطي وجهك ما تغطي وجهي يعني 100 مور ما كيف نسمى ميت مور ده انتك ميت هاي تحت التراب ما كانش جهتي هاي داك ما حاسبين بلاك ميت ميت هي سترك حي حي نشي ميت مش حي تما راك حي ميت هي مور. كنت تخدم ها كنت خدام بكري كنت خدام هي واش كنت تخدم هي كنت نخدم تما شوانط شوانط عندك مزوج عندك دراري كنت نطلع تاع الطوبة تاع الحجر هذيك عندك ولادك ما عندي ولاد هي عندي أربع ولاد أربع ولاد وولد تجاوري طفل ولادك وين راهم؟ هما لا في الرود ما كانش من عندهم ما تروحش عندهم؟ هي في العصون خلاص أرماوك؟ هي نجيبوها ما نقدرش الله يشافيك إن شاء الله إي عمي راشد بمجرد دخوله كان يستوجب دخوله الحمام وقاعة الحراقة وبعد ذلك التشخيص. الطبيب يوضح انه في حاله متقدمه من المرض. واش راك؟ صافا تقدر تقول لي اسمك بالكامل؟ مشتاق. ها؟ رشيد رشيد دونك كيما كنت لاحظوا ليكزامي فريمون ديفيسيل باسكو الباسيون الي انكويرون دونك كما يقولوا عنده انفصام في الشخصيه الدياغنوستيك دونك الى ماتنون الي تري كلير انفصام شخصيه وين لا بيرسون ما تقدرش تكومونيكي مع لونتوراج تاعها وين سو البلان تاع الافكار ولا الاحاسيس ولا التصرفات الانسان كاين ديسوسياسيون دونك كاين انفصام بين هاد لي تخوا سفير هادوما والانتيريور دو لا ميم سفير دونك مستوى الافكار الانسان الافكار تاعو يكونوا متشتتين دونك ما يقدرش يرتب افكاره باش يهضر مع لا بيرسون وكان مشكل كان في الكونتاكت مع 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 الواقع دونك الانسان عنده واقع يخترع الواقع تاعو الخاص تاعو ما يدخلش في الواقع تاعنا دونك عنده لا بيرسيبسيون ولا التصور تاعو للواقع ولا للمجتمع تصور ابارين تصور وحده دونك هذايا دونك حيخضع للعلاج على مستوى المؤسسه حيكون عنده علاج طبي يعني مكثف يكون علاج على مستوى المؤسسة دونك علاج بالدواء وكاين جلسات مع الطبيبة الأخصائية النفسية وكذلك على المستوى الاجتماعي نحاولوا نعاودوا نرجعوا للمجتمع بالجلسات تداوي بالعمل سكون ابل ليرغوثيرابي دونك نحاولوا الانسان يعاود يرجع شويه للمجتمع نولفوه لي زاكتيفيتي تاع سوسيال تاع المجتمع باش يرجع ان شاء الله بروغريسيفمون ومع الخرجه ان شاء الله يكون عنده متابعه في خارج المستشفى
متابعه علاجيه مع الطبيب المختص ومعنا في المعالجه النفسانيه ان شاء الله. كي ندخلوا حنايا نفهموهم شنو هي المرض تاعهم، شنو هي الادويه اللي يشربوا فيها، واش دير الادويه هذه، شنو هي الاثار الجانبيه يمكن تاعها، كيفاش ياخذوا الادويه، اهميه الدواء في العلاج تاعهم. ابخي سي سا نخدموا اون باراليل، ماناش نخدموا غير المريض فقط، نخدموا ثاني مع العائله تاع المريض. هي حالة وقفنا عندها من تشرد إلى مرض عقلي، هي حالة هذا الشيخ الذي وجدناه تائها في شوارع سطيف، والذي أصيب بمرض الخرف حسب الطبيب. هذا استون ديمونس كما يقولوا خرف، دونك هذا سيتان كا تيبيك تاع اون ديمونس وين لا بيرسون تخرج من الدار سواء ما تعرفش تولي ولا تروح لبلاصه واحده اخرى وين تحصل. سي لا ديمونس اون مرض، سي تان مرض عقلي، يعني مرض عقلي سيجي مع الكبر مع الكبر، تقدر تكون ديمونس تيب الزهايمر ولا تقدر تكون ان اوتر تيب خرف. تشخيص الحاله تاعو كاين دوك، لازم له تكفل، يعني دوك العائله تاعو لازم تتقرب للمستشفى باش يكون عنده علاج ويكون عنده متابعه. وهنا اتصلنا بعائلتها التي كانت تبحث عنه. الحاج اسمك اسمك الو السلام عليكم. صار اسمك وفور عبد الملك. اسمع انا تولعين فور، انا لقينا الحاجه راك عارف اسمع لقيناها وتولعين فور الموبيل تبي جنك زوج طيحهم قدامي وانا نبيع الخضره وش مطلقني طلعنا انا على غدي صح طلعني كان يخدم مع فاطمه الدار يجبر خدم سنتر كان جزائر حر نعم ربي نقول لي يا سيدي راك درنا عليه قال لك هنا قال لك الحاج دقيقه برك خلي الطبيب يهضر معاه. وين تسكن؟ قبل نهرب بطارة وباقي من قدام عام شفنا عند حبيبة. وين؟ وين اكزاكتلي؟ تير سكولة قد قد. وين؟ سكولة نتاع هرب بطارة. سكولة؟ وين راك أنا؟ البلاصة وصلت. أنا البلاصة هذا اللي أنا واقفين فيها واسمع. هذه أنا نقول عند الفوارة. شحال أنا في وضعك؟ يا رجل أنا جزائري حرة. والله والله العظيم التاريخ نتاع تاع اليوم خلينا مطورة، هضر لي عليهم. اليوم شحال التاريخ؟ شحال الهضرة؟ اليوم شحال رانا اليوم؟ النهار تاع اليوم شحال رانا؟ السبت الحد الاثنين. حد واش مضات؟ واش من شهر؟ ديسمبر. اه نهار؟ يوم الحد 7 ديسمبر. 7 واش من عام؟ 1916. العام هذا اللي انا عايشين فيه واش من عام؟ هذا 16. 1916. 1916. داكو. وشكون الرئيس تاع الجزائر؟ نعم. شكون الرئيس تاعنا؟ بوتفليقة. شحال عندهم اللي هو رئيس تاع الجزائر؟ 14 سنة الله يعلم ما عندنا مثل لا. يعطيك الصحة. شحال عندنا باسة من عند غلت؟ عندي 8. يعني مصباح ولا ندور باش نحوس عليه؟ ميم حتى رحت حتى ال 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 بارك الله فيك، تلاقيت مع المجموعة خليت جوستومون تلاقيت معاهم أنا وخليت لهم رقم التليفون، هما بالعكس كنا معاهم ما كاين. قالوا لي والله غير قالوا لي لي جورنيست من لهنا، المهم احنا دوك وقت ما نلقاو قلنا نعيطوا لك. وعلى بالك واش عنده مرض؟ مرض والله ما على بالي واش عنده. على بالك واش عنده؟ على بالك واش عنده؟ ما على باليش. وتديه دركا ولا تخليه؟ هاو كيف نخليه؟ هاو لازم نديه دركا بربي شلا نقوم به. ما كان حتى حاجة، ما أصلا أنا ما مش راح نبخلو بحتى حاجة. دوك بربي إن شاء الله دوك نشوف مع الطب واش يكون وبربي إن شاء الله. كما قلنا من قبل دونك حالة تاع سيتون ديمونس، أبارمون سيتون ديمونس، دونك كما يقولوا خرف. بالك ما يبانش كومبليتمون، طابلو تسمى ماهوش كومبلي، مي دوك هو كيما لونتوراج تاعو يبان له شي مخلط، ما يقدر يخرج يتبحر، يقدر الحال نفس الحاله تتعاود له. فوالا دوك هو لازم له متابعه، ثم لازم تتقرب من
متابعه عقليه بيان سور ومام لي زونتيسيدون تاعو يفو فوار شنو لي انترفونسيون لي دارهم باسكو كاين مرضي واحد اخرى. هو شاب في الثلاثينات من العمر حسب عائلته، كان عاديا قبل أن يغادر إلى مسيلة من أجل الخدمة العسكرية التي عاد منها بعد 15 يوما مريضا عقليا. يعني القصة هذا كان في عمره 20 سنة، راح العسكر 87 راح البوسعادة، فهمت كيفاه؟ ما كملش بقي له 15 يوم ولا 20 يوم، جا من ثم جا ديكلونشي من هذيك. والله ما على بالي، رحت حتى لثم للكازرنة تاع بوسعادة، ورحت حتى لثم ودرت مع الكوموندون تاعو، قال لي وسما حطوا حاطينو بلي ويتمسخر ويتفيس، فهمت كيفاه؟ جا من ثم من هذيك جبناه لهنا العين عباسة، لقينا الشينوي لهنايا نهار الأول، خلاص كان الشينوي في البوست دو كارد بالك الأستاذ على باله، لقينا الشينوي لهنايا حكموه قال 15 يوم ولا 20 يوم، خرجتهم منا ديتو بن شريف ربي يرحمه في قسنطينة، عطاه الدواء من ثم عطاه واحد ليباري هكذا واحد الكاشيات ارتاح، ثلاث سنين ما جاش المرض هذاك، يعني ربي سبحانه هو الشافي. والله من هذيك الليباري ذوك ما كملهمش تاع بن شريف، ارتاح وبقى كل خطرين كلونشي يجيها وريشيتها وجا العين عباسها وبالك على بالو كل خطر يجي بالك يطول ويطول ويطول عامين يجي بالك تخلى عين عباسها هذه استغفر الله يا ربي 30 خطره والله تفوت. سلوكه عادي جدا عندما يتناول ادويته، لكن العكس عندما يتركها. وكي يقعد ياكل في الدواء تاعو في الدار تلقاه تقول امانه. صلاه النظافه الله يبارك، الدوش يوميا يدوش. صلاه والله غالي يروح في الجامع يصلي. في الدار الحاج شويه. والله غا في الجامع يروح يصلي في الدار في الجامع في الصف الاول. هو يشوف روحه ما على باليش ديكوتا في الدار، يشوف روحه كره. يشوف روحه ديكوتا ها؟ يولي ينقص الدواء ويولي يحبس الدواء. باه نظروا باه باه نعسوه. خلاص اسكت يا. باه نقدروا كيما نقولوا نعسوه، ما نقدروش نعسوه، انا يسمى بعدنا عليه شويه، بقى غير هو العجوز وطفل خويا الكبير. كل واحد يسمى ذاك باه تقدر تعسو حتى الصباح تنوض، هو ما ينوضش حتى ال 11، ما ينوضش بكري. العشيه ثاني كيف كيف هكذاك. يسمى يولي ما على باليش يولي سمعتي يولي شغل يديكوتي يولي يحبس الدواء يولي روشوتي من داره جديد. وكي يولي روشوتي هاك تشوفي الحاله تاعو، وكي تجي نجيبوه ثم ثم لهنا للسبيطار ما يديرش في الكيعود جديد هكذا، ما يديرش حتى يولي كيما نقولوا حنايا يولي ما يكره خلاص، يولي يصرالو كيما هكا، يولي يكفر يولي يسب يولي يدير حوايج هكذا، فهمتي كيفاه؟ ولا كيعود نورمال هكذا هذاك وين روشوته نجيبوه لهنايا يحكموه 20 يوم ولا شهر ولا تريدريسه نورمال يولي نورمال. بصفة عامة المرضى العقليين اللي يجيونا لهنا هما مرضى يجيو في الأول يكونوا في حالة، في أغلب الأحيان يكونوا في حالة هيجان، في حالة توتر، في حالة عدوانية. اون فوا يدخلوا لهنا للسيرفيس يتلقاو العلاج، في الأول علاج كيميائي تتهدن الحالة تاعهم من جانب سلوكي، سلوكي يعني السلوك تاعهم يكون ملائم نقدر نقولوا ولا شبه عادي. اون فوا يتعدل السلوك تاعهم اون باس حنا ندخلوا كأخصائيين نفسانيين. يعني كي يدخلوا في المرة الأولى خلاص جينيرالمون نخليو المجال لا شيميوثيرابي للأدوية باش دير المفعول تاعها تهدنهم تستابيليزيهم، اون فوا يتهدنوا ندخلوا حنا كاخصائيين نفسانيين. ويضيف اخ نبيل انه يتلقى معامله حسنه في المستشفى، وان اضطرابه يعود بعد خروجه منها اين يترك الادويه. هنا في السبيطار قايمين به ما شاء الله،
والله غير ما شاء الله يعني بارك الله فيهم. ايش نقول لك يعني با نقول لك مقصرين والله ما مقصرين. هنا في السبيطار دوك انا اللي نعرفهم هنا في السبيطار سنوات نعرفهم سنوات ماهوش مقصرين مره نهائيا. كي يدخل هنا للسبيطار مدير لهم ما شاء الله ماكله دواء كل شيء منظم كلش من ها هو يهضر بها. يسمى كيما نقولوا هنا يعني من جهه السبيطار يعني بارك الله فيهم ماش يعني حاجه يعني اللي تخصهم ولا حاجه يخرج برا باه دوك يعني شحال يجي عندهم بهذه من الى شوفي كاينين 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 خطرات تضرب حتى ثلاث سنين بها تجيه وكاينين خطرات كل عام تجيه اي ما تعرفي لا بالشتاء لا بالصيف لا والو كيما يروشوتي نبيل يسكت تارة وتارة يتلو آيات قرآنية وتارة أخرى يتكلم الإنجليزية بالمهدي آه بارك فيك هذا طرنطا وش آه وش صرالي بصرالي وش صرالي أين باد باد بوي واي واو تحول أنا شوية شوف الله عندي كوني المارس اي كراتا 1 2 3 بيبقى فيها واحد سوا سي لا فان والله يا عبد عاود بالاسماء الحسنى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل عوجه قيما انزل بعث شديد من المشركين الذين يقرأ القران ما كنا بنقصدها الله ولا ما لم بي من الأباك كبار كلمة تخرج من أفواهك أن يقولون كذبا فلعلك ما يخرج أن تسخط عليهم أن المؤمن بين حديثة أن جعلنا على الأرض زينة لها بلوها وهي محسنات ونجا بما صعدنا وحسنت أن يسعوا الكافي وعلى كل من هذا ذو في الآية سبحان عباد هذه رأس سبحان الله هذه يكشف أن من أبيه هو روحي أنا اللي أحكم قطع أنا أني خايف على البلاص يا جماعة السلام السلام مالاديكسيون هذول الصحابة وأخوها فهو على بعضها صحفية صحفة الدولة تبسي كذا أنا أقول لها من الضم اللي قرأت اللوغة الصورة سيار كنت مشتغل صحفة برا كوبي راسي وبعد معاينته أصر طبيب إدخاله إلى المستشفى من أجل العلاج أنا دي خلاص ومن جانبه أكد مدير الصحة وإصلاح المستشفيات لولاية سطيف أن هناك من يخلط بين المريض عقليا وبين المتشرد. نقولوا شوارع أنا متفق معك. شوارع المرض العقلي ما ندوش نقولوا ما راحش يكون مرض عقلي لأنه مرض لكن الشوارع نتاعنا أنا لكن مع أن ندقق في أمر مهم جدا وهو أننا يجب أن نفرق بين المرض العقلي والمتشرد اجتماعيا. لان كثيرا ما في هذا الخط لذا احنا في سطيف واش رانا نديروا نخرجوا مع الحمايه الاجتماعيه الطبيب يفحص الشخص اذا لقاه مريض عقلي ندوه للمستشفى لكن اذا ماهوش مريض عقلي ما لازمش ندوه للمستشفى لان رايحين نردوه مريض عقلي وبالتالي مستشفى بدون مرضى عقليين متفق معك ونظن في اقل من من من, من 2020 بشرط أننا نتكفل بهذا المتشردين. ويعاني المريض عقليا تهميشا على عدة مستويات. دونك التهميش راه في الأسرة الطبية ولا الأسرة فوالا ميديكال وكاين تهميش كاع من الإعلام لأنهم الإعلام سيت سوجي ما يعرفوش المرض مونطال كي نخمو توجور مريض عقلي نتفكروا توجور لو دونجي نخافوا منه وكاين تهميش بيان سور على مستوى الأسرة لان الاسره نقدروا نقولوا باسكو الاسره ما تتفهمش المريض ما على بالهاش كيفاش تتعامل معاه دونك هذيك لو فات كو ما تعرفش المرض حتى تتعامل معاه بطريقه خاطئه وكاين تهميش كذلك ثالث على مستوى المؤسسه المجتمع
دونك المجتمع كذلك يخاف من المريض العقلي. يفو سافوار باللي المرض العقلي ما ينحصرش في انفصام الشخصيه. يعني المرض اللي شفناه البارح ولا اللي شفناه توت سويت كيفاش تبدل، سي با الموديل تاع لا مالادي مونطال. لا مالادي مونطال سي ان شون كبير بزاف، فيه لي مالادي تري تري غراف وفيه دي مالادي ان بو موان غراف. القلق مثلا، لا ديبرسيون، الاكتئاب، هادوما درجات يقدر الانسان يشوف المريض وما يعقلش باللي عنده اون مالادي مونطال. المريض العقلي منبوذ في العائله، لكن حتى هذا الرفض ليش باش ندافع على العائلات، وانما لان يجب احنا كمؤسسات صحيه يجب لنا ان يكون اتصال دائم باش نصل الى اقناع هذه العائلات بان المرض العقلي هو رغم خصوصيته وانما لازم يكون من كاي مرض انه يدخل للمستشفى يتم التكفل به، ولازم العائلات تدير رولي، لازم هي تاخذ زمام الامور بعد ذلك. نقص الادويه وهذا ما يجعل الطبيب يغيرها مما يؤثر بشكل سلبي على المريض. دونك فيما يخص لي روبتور ولا انعدام لا بينوري تاع الميديكامون، حنا هذا المشكل نعاني منه كثير، لان المستشفى كما حنايا لازم نجيبوا الادويه من عند لا بي سي اش تاع النبا. دونك الصيدليه المركزيه الجهويه للمستشفيات. فوالا المشكل سي كي نروحوا للصيدليه المركزيه هذه تاعنا با يقولوا لنا الدواء ما كاش. دونك حنا اونتر طون ما نقدروش نجيبوا دواء من بلاصه واحده اخرى. دونك حنا مازال انا بيرسونيلمون ما فهمتش وعلاش كاين ريبتور، بيسك لي برودوي اللي كاينين في لابيسيا سي دي برودوي اكزيستي في الجيري سون برودوي لهنايا، وهكذاك وكاين بينوري. المشكل تاع لا بينوري من راه مثلا المريض راهو بدواء معين مده معينه ومن بعد يصرى هذاك لا بينوري، حنا اوني اوبليجي نبدلوا له ان اوتر ميديكامون. مي هنا يقدر يوقع مشكل مع المريض، لانه يقدر يكون طوليرا كما يقولوا تجاوب مع الدواء الاول، هذاك الدواء الاخر اللي صارت معاه لا ريبتور وبدلناه بدواء واحد اخر يقدر ما يتجاوبش معاه بنفس الطريقه. وبدوره اكد الصيدلي على ان المريض يجب ان يكون مرفقا بوصفه من عند الطبيب المختص بالاضافه الى بطاقه الشفاء. اوردونونس ولازم سبيسياليست في الامراض العقليه. طبيب عادي لازم سبيسياليست وكي يجيو نفيريفيو في الريجيستر، لازم عندهم تريتمون تاع ان موا ولا دو موا تروا موا، وهم يديو بلا كارت شيفا تسمى ميم كارت شيفا ما يقدروش تسمى بالنيميرو. كارت شيفا يعني كاين مرضى عقليين شكون معروف كيفاش؟ ما عندوش كارت شيفا لازم يجيب اوردونونس من عند طبيب سبيسياليست في الامراض العقليه. يعني كيما الادويه تحسبها ولا بيسير في الريجيستر عندنا كوفر قافل عليه بالمفتاح، انا باك اللي نمدهم غير كيو دو دي فري دي فري دي فري مالاد. دوك عندنا لا فارماسي تاعنا بليس دو 25 اون 26 اون، كاين دي مالاد تسمى باينين نعرفوهم سي دي كليون. وهنا المريض عقليا ايضا يعاني من مشكل بطاقه الشفاء مما يثقل ميزانيه الدوله. المشكله نتاعنا هو اننا المريض كيكون في المستشفى ما فيش نقص ادويه، يتكفل به تماما. لكن المرضى ما دام مرض مزمن فان المريض يحتاج الى الدواء نتاعو على مده طويله. اذا واش رانا نديرو؟ رانا في هذا المركز الوسيط رانا نعطوه الادويه ولو انها تثقل كاهل ميزانيه الصحه على مستوى الولايه على غرار الولايات الاخرى، وبالتالي فان الضمان الاجتماعي حتى هو ماذا به لو كان ينسجم معنا في هذا الامر حتى الكلفه تقل، لان ما دام المريض متوازن ما دام انه يستهلك اقل ادويه ويكون العلاج نتاعو اقل لانه ما رايحش يجي للمستشفى. لكن بطبيعه الحال يبقى هذا الشيء ما يحتاج الى اتفاقيه، وانما يحتاج الى ربما اطر قانونيه يعرفها اهل الاختصاص في مجال الضمان الاجتماعي. مشيلا ايه جيت لهنا باه نعالج عندي فتره نقاهه فتره محدده الى اجل ما، ثم من بعد نخرج من هذا المشفى
ونبادر العمل تاعي كبقيه الاخرين. واش كنت تخدم انت؟ اخدم معلم استاذ مدرسه ابتدائيه. الله يبارك في عمرك. ودوك شويه ريحت شويه الحمد لله. شوفي الظروف كل الظروف مهيئه. قال لي واش اللي جابك لهنا سي حمد؟ جابني تعب قلق قلق من العمل هذا ما كان قلق فقط. الحمد لله ارهاق نفسي. لا قلق تقدر تقول لي قلق نفسي نعم. وانا هنا في قاعه العلاج كل الظروف مهيئه من المكتبه من الات وماكينات للرياضه. طيب. والحمد لله الطاقم الطبي كله راه ما شاء الله متصلي فينا والحمد لله. حاليا متواجدين في قاعه تداوي العمل اللي هي عباره عن علاج حديث يعتمد على النشاط لاكتيفيتي. النشاط هذا يكون واسطه بينه وبين المريض. نشاطات عندنا مختلف نشاطات، نشاطات تركيبية، نشاطات ذات التعبير الحر مثل الرسم والمطالعة والقراءة، هذه نشاطات تعبيرية. نشاطات تركيبية اللي هي من خلال الورق المقوى أو أي حاجة تم رميها من خلالها ندير مجسمات وندير ونشئ حوايج. نشاطات ميدانية والترفيهية اللي هي الرياضة، عندنا الفلاحة خارج المصلحة يشاركوا فيها المرضى. الهدف من العلاج هذا هو إعادة تأهيل المريض وإعادته إلى الواقع عن طريق ملامسة الأجهزة. مبني وتيلان. واش كدير لهنا فريق؟ راني ندير هنا راني مع المرضى، راني نساعد المرضى باش يرتاحوا. باش يرتاحوا ويرتاحوا بالرسم بالموسيقى الهادئة بالكرة بالتنس يلعبوا التنس يلعبوا حوايج يرسموا يكتبوا. هم يرسموا. أو أرواح شكون اللي يرسم هذه؟ أرواح شكون اللي يرسم هذه؟ رمزي رمزي شوقي شوقي أو رسم لنا هذا البطة البطة تشوف أو دي سيس. هنا يتم اختيار المرضى المؤهلين هذا المؤهلين هذو لازم توفر فيهم صفة الاستقرار الستابيليتي، مريض مستقر من الناحية النفسية باش نقدروا نتعاملوا معاه، لأنه المريض الذي في حالة هيجان أو في حالة قلق كبير ما نستطيعش باش نتعامل معاه، هذاك راه في غرف العزل وفي العلاج المكثف. بعد ما تستقر الحالة على المريض نجيبوه لمصلحة التداوي بالعمل ويخضع لنشاطات معينة على أسس علمية، يعني أسس علمية. المريض لما يجي لهنا لازم راح نديروا معاه أولا أنتيروغاتوار استجواب نعرفوا العمل تاعو السابق على اساس نعتمدوا عليه ونعرفوا السن تاعو لانه السن يوجهنا نحو النشاط اللي راح نديرو. نعرفوا المهم ماذا المعطيات عليه، سكن اسكو ريفي مدني، النشاط السابق، ظروف الحياه تاعو على اساسها راح نديرو نوجهوا للنشاط معين. من واجبنا التكاثف جميعا من أجل صحة المريض وذلك من أجل إحساسه بالراحة وإعطائه الثقة المكتسبة من خلال العلاج. رسالة المجتمع هي يفو كونسيديري هاد لي مالاد كوم دي زيتر هومان. دونك المريض العقلي قبل كل شيء هو إنسان. إنسان يعني عنده الحق في الحياة، عنده الحق يكون أسرة، عنده الحق يعمل، عنده الحق يسافر، عنده الحق يتنقل كأي إنسان. احنا انا مادا بيا الميساج يكون ضد التهميش. التهميش هذا اللي نورمالمون يبدا من عند الاسره الطبيه، يعني المريض العقلي او يعني متهمش على مستوى الاسره الطبيه، دونك لي ميدسان ولا لي بسيكو لي ميدسان جينيراليست ولا لي ميدسان سبيسياليست اللي ما يعرفوش المرض العقلي وين مازالهم يخافوا من المريض يكونسيديروه كوم ان دونجي. والله احنا كاخصائيين نفسانيين احنا هنا يجيو هذ النساء هذو يلقاو يعني يلقاو الراحه نتاعهم احنا معانا كاخصائيين نفسانيين ويحبوا بزاف اننا نعالجوهم اننا ننصحوهم اننا نوعيوهم اننا ثاني حاجه اخرى نستدعيو الاولياء تاعهم به ما يمارسوش عليهم العنف هذا ما يمارسوش لانه النساء باه يديروا هذه الخرجات هذو هكذا الناتجه عن المرض للاهالي تاعهم ما يقبلوش
احنا يجي يقول لك عاد تخرج لي عاد تهرب عاد. احنا هذا الناس هذو نوعيو الاهل تاعهم باللي راه نتيجه المرض، بصح كون يحرص على العلاج ويحرص على المتابعه تاعها راح ان شاء الله يتفادى هذه الامور هذه. احنا كاخصائيين محتم علينا اننا نوعيو المجتمع هذو، يعني المجتمع الصغير تاع المريض هذا باللي راه مريض هذا الانسان هذا، ولازم له رعايه ولازم له عنايه ولازم له ثقافه ولازم له واحد يتكفل به، لازم له تكفل. احنا على مستوانا وتكفل ثاني مستوى العائلي لانه متواصل التكفل هذا، كون يكون خلل في جهه من الجهات راح التكفل ما يكونش يعني سليم، وبالتالي راح نفقدوا هذيك المريضه ولا صح. بالنسبه للسوسيتي المجتمع يعني على هذا المرض واش تقول للسوسيتي تاعنا؟ والله هما ناس مرضى يعني مرفوع عليهم القلم هذا الناس هادو، بصح كي يتولاو يتعاودوا يتريكيبيراو ويتعالجوا كيما انا وانت هذا الناس هادو، يوليو يتصرفوا تصرفات سليمه ويعني عاديه في المجتمع. ولهذا نحرص هاد الاهالي هادو ما يخليوهمش هكذا يعني يابوندونيوهم والله يفقدوا الامل انهم يرتاحوا، انهم لانهم محاطين في روسهم باللي هذا الناس هادو ما يرتاحوش. هو العكس، الناس هادو كي يلقاو رعايه ويلقاو تكفل هذا الناس هادو يوليو عادي عادي، يروح تروح عليهم هذيك الاعراض المرضيه ويرتاحوا منها. نوجه رساله للمدير الصحه والوزاره الوصيه تاعنا على راسها دونك السيد وزير الصحه فيما يخص المرضى المصابين بامراض عقليه وعندهم امراض عضويه، هادوما في بعض الاحيان يحتاجوا استشفاء. دونك حنا بور لانتيري لهاد لي مالاد مادا بينا لو كان ان تي سيرفيس تاع كالكولي 10 ولا 15 سرير باش هادوك المرضى يقدروا يقوم بالاستشفاء على مستوى المؤسسه لو سي اش تاع سيتيف، او ميم طون تكون عندهم متابعه سور بلان اورغانيك يعني متابعه عضويه ومتابعه عقليه. يعني هنا يستوجب نقلهم وتجيبوهم فوالا اوليو باش المرض يتنقل بين المستشفى لو سي اش وبين مستشفى عين عباسه يقعد تما وين سي مستشفى فيه كل تخصصات، يعني وين هو الطبيب يتنقل للمريض ماشي المريض اللي يتنقل للطبيب. رسالتي للمجهة المجتمع تاعهم يفو با ينقصوا لهم من قيمتهم، باسكو كوميم يقعدوا في الاخر سي دي زيتر هومان عندهم كرامتهم عندهم شخصيتهم، هما ما خيروش هذا المرض عليهم، الله غالب ربي اللي بلاهم بهذا المرض، ماذا بهم يعاونوهم باسكو هما المجتمع تاعنا الله غالب عليه حاطينو باللي حاطين باللي هذا المريض اون فوا جه المرض العقلي خلاص طفرت فيه الوغ كو نقول لهم نو. اولا نقولوا عده امور، اولها اننا يجب ان المرض العقلي كما يقول اهل الاختصاص هو نتيجه لامور مسبقه، وبالتالي نقول للعائلات احسن حاجه للتكفل وهو التكفل الاجتماعي في العائله وفي المجتمع بصفه عام. ثانيا وهذا مهم ومهم جدا، يجب ان نصل اقولها واؤكدها الى قناعه ان المريض العقلي رغم خصوصيته فهو مريض كباقي المرضى، حينما يذهب الى المستشفى ويتكفل به يجب اعاده ادماجه في العائله، يجب اعاده ادماجه في المجتمع، لان المريض العقلي كباقي المرضى قادر ان يشفى. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. إن صحة المريض هي مسؤوليتنا جميعا، سواء كان هذا المريض فردا من أسرتنا أو عضوا في المجتمع، فبقبولنا أو رفضنا له نؤثر عليه بطريقة مباشرة، وبالتالي القضاء على الفريق العلاجي. صحة هذا المريض هي مسؤوليتنا إذن، فبالتالي يجب علينا إعطاؤه الثقة من أجل راحته. المرضى العقليون في الجزائر، كان هذا موضوع حلقة اليوم من برنامج بعيون الجزائرية، إلى أن نلتقي في عدد مقبل بحول الله، دمتم أوفياء لنا، إلى اللقاء.